رحب بكم ونحن جد سعيدين وبلغتنا البسيطة فرحانين جدا بوجودكم النيرة. حقيقة نحن جد سعيدين وشرفتونا وعزيتونا. فنقدم الشيخ أحمد البدوي فتفضل. مشكورا جزاه الله خير. رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله سبحانه وتعالى أولا أمن علينا بأعظم نعمة من النعم، وهي نعمة هذا الدين الذي كلكم من أهله، نحسبكم والله حسيبكم والله حسيبكم. وهذا الدين العظيم بيّن الله تعالى في سورة المائدة أنه رضيه للناس للمسلمين، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى رضى لنا الدين ده، هو دين الإسلام، ولا يقبل الله تعالى غيره، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونحن زي ما ذكر أخونا جزاه الله خير، وزي ما الآن الناس كلهم الأشياء دي أو الأمور دي بحسوها، إنه الناس فرحانة في مناسبة بتاع الزواج لواحد من أخواننا الأفاضل ومن أولادكم، وهذه المناسبة ذكر الله تعالى أمرها في القرآن، فقال: ومن آياته. ولمن تلقى الآيات في القرآن معناه جمع آية، والآية فيها العلامة على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، وكذلك آيات القرآن جاءت بالخير وجاءت بالصدق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والله سبحانه وتعالى قال: لتسكنوا إليها. دائما الرجل بيسكن إلى المرأة، أصلا هو ناقص من غير المرأة. شكيب تلقى الزول العزابي يوم يبيت في الحلة دي ويوم وين، وتلقاه لاف في مرة سايق ركشة ومرة شغال طلبة ومرة يسافر بغادي، وكان اغترب قعد 5 سنة ما بزول بيسأله، ما لاف في ساي عزابي. لكن مجرد ما يتزوج بعد عنده شنو؟ سكن. لتسكنوا إليها، تجي وبعدين ونسى ووا إلى آخره، وأشياء كثيرة الناس بتعرفها. دي مسألة. أنا داير أتكلم في 3 أشياء إن شاء الله تعالى. بعد ذاك الإخوة بيجوا بعدين بيذكروا الناس بما يفتح الله تعالى عليهم كذلك إن شاء الله تعالى. النقطة الأولى والمسألة الأولى، إنه كثير من الناس الله لما ينعم عليه بالزواج بدل يشكر الله بيعصيه، لأنه الزواج نعمة ولا ما نعمة يا جماعة؟ نعمة. والله سبحانه وتعالى قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. والإنسان المؤمن في الدنيا في 1 من 3 أمور: يا في مصيبة يقابلها بالصبر، ودي علامات السعادة، جاتك مصيبة تقابلها بالصبر، يا في نعمة تقابلها بالشكر، يا في معصية تقابلها بالتوبة والاستغفار وعمل الطاعات. شكر رب العزة والجلال قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكثير من الناس بدل يشكر الله على نعمة الزواج
تلقاه بيعصي الله، لأن العلماء قالوا في فرق بين الشكر والحمد. الحمد بتحمد الله بلسانك وقلبك، تقول الحمد لله وبقلبك بتحمد الله. الشكر فيه ثلاثة حاجات، بتشكر الله بلسانك بالحمد، وبتشكر الله بقلبك، وبتشكر الله بأنه النعمة دي تستخدمها وتستعملها في طاعة الله. شكر رب العزة والجلال قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فزول الله نعم عليه، الناس ما لاقي يتزوج، يقوم الله يديه، يقوم هو الله يديه نعمة الزواج، بدل يبدا تلقى العقد يبداه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في الجامع مما مغرب الواطا، لا في كتاب لا في سنة، في هجيج ثاني بس، جوطة والأولاد والبنات تلموا سوا وحفلة، وكأنها بقت سنة ثابتة. لو عرس ما فيه حنة وما فيه حفلة وما فيه فنان، يقول لك الله يعرس مسيخ جدا، مسيخ أي أها الصحابة عرسهم كيف برضو مسيخ؟ لا ما مسيخ. يقول لك والله نحن يا أخي عرسه ده ما شفنا له أي شيء، كأنه في مشكلة، كأنه في وفاة جنبه، مشى ساي؟ لا ما مشى ساي. قال الله تعالى في القرآن أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، جزاك الله خير، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. زول من أول يوم البيت كانت مستورة في بيتها محترمة، جاب يركبها في حاجة اسمها الكوشة في العرس في الحفلة، الكوشة، وبعدين البيت قاعدة متبرجة وقاعد جنبها وأصحابه أعز الله السامعين يتفرجوا ويعلقوا له، يقولوا الله ما شاء الله عزال، عزال بتيخة يا ناس دي بتناس، عزال كيف؟ وكانت مستورة، جاب مرقة للناس يعينوا ليها. ورب العزة والجلال في القرآن يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فأنا ما داير أطول الكلام، لكن الزول يبدأ النعمة يقابلها بالشكر ما يقابلها بالمعصية، دي نقطة. النقطة الثانية، الدين شامل. الدين يا ناس ما في المساجد بس، الدين في كل جوانب الحياة. قال تعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير أي في جميع جوانب الدين، ما تشيل شيء من الدين وتخلي شيء ثاني، لأنه ده دين الله رضى لك ورضيه لنفسه سبحانه وتعالى أن يتعبد له به سبحانه وتعالى. شكل ابن كثير قال ادخلوا في السلم كافة أي في جميع جوانب الدين. صليت كويس، صمت تمام، بتحج كويس جدا، أها وفي العرس في دين ولا ما في دين؟ في دين. ما بجوز تجيب الفنانين يغنوا ويرقصوا ويسووا. ورب العزة والجلال يقول في القرآن ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اشتريه ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. في تفسير ابن كثير أن لهو الحديث هو الغناء. وقال الله تعالى في سورة الإسراء مخاطبا الشيطان واستفزز، الله سبحانه وتعالى قال للشيطان كذي، قال له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الطبري عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود أيضا أن صوت الشيطان هو الغناء وكل كلام يدعو إلى فاحشة أو معصية. وقال الله تعالى في سورة النجم
أفمن هذا الحديث تعجبون؟ رسول عليه الصلاة والسلام اقيف في الجبل ويوعظكم والجماعة بدقدقوا بيغادي تل 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 بيشغلوا في الناس ويغنوا والرسول بيوعظ فيهم صلى الله عليه وسلم. رب العزة والجلال قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود عند أهل حمير هو الغناء، يقال أسمدي لنا يا جارية يعني غني لنا. عشان كذا الشافعي رحمه الله قال المسمع بجاريته ديوث ترد شهادته، بيقول لها غني. وقال الإمام أحمد، ده الأئمة الأربعة في الغنى، قال وقال الإمام أحمد عن الغناء ينبت النفاق في القلب. الغنى ده بجيب الكفر وبجيب النفاق، ما شفتهم يبدو عليك شوية شوية شغل بتاع حب، ما مشكلة والمشكلة ويرموني في نص البحر ما مشكلة. معقولة يا ناس زول يرموني في نص البحر ما مشكلة؟ المشكلة شنو؟ مشكلته شغلة معينة والله. وداك يجي يلم فيهن عمك الكبير داك، عدي بينا يا ريس، وقف المركب، خلي الشباب يركب، دار يغرقهم معه عمك داك بجنبه، وداك بيغادي السير قدور ده، خلي ده كلام ده كمان بيلمهم بجاي بنات وبجاي أولاد. أنا كله قاعد أشوفه في البص، ما تفتكر بمشي بعدين بحضره براي، والله في البص شايف الشغلة. عمك ده ذاته القط ده بيلمهم بجاي بنات وبجاي أولاد. غني لنا يا فهيمة، هاي المصيبة يا ناس مصيبة، هسي دي مصيبة في البلد، وفي رمضان شياطين مربطة وديل مفكوكين زاي، وشغل مصائب كثيرة وغشوا المسلمين وباسم الغنى، ويتجيبون يغنوا يغشوا البنات والأولاد. لقيته باللفة والألم اللي عليه خفة، يا تعلم ده ذاته. ولو مر في الموضوع، لو مر في الأسبوع نتكتك الموضوع، هذا ده ما كلام قلة أدب يا ناس. وجيبوه للنسوة والرجال يغنوا لهم، وأنا كله سامعه وبلاوي. لما نصلوا درجة يوصلون للكفر عديل. مرة راكب بص ماشين كوستي، بعدين شغلوا فنان مات، الزول مات وسووا له ذكرى لياسي، لهيب الشوق ورحل الغمام وجواي نغم. الجماعة يفكروا النغم ده في أورغان جوا ولا في شنو ذاته، بجنب ده شغلوه انتهى. بعد شوية جابوا واحد تاني برضو مات، صدفة وما صدفة برضو ده مات. بعد شوية جابوا واحد ثالث برضو ده مات في طريق عطبرة. بعد شوية جابوا مرة، المرة دي لخبتتها مرة واحدة، عشان أوريك إنه بوصلوا الناس مش معصية بس، بيوصلون للكفر عديل، كلام ده خطير. المرة قعدت تغني قالت ست الودع، أرمي الودع ليكشكشي، شوفيه لي كان فيه شيء، قوليه لي ما تختشي. معلش عمامنا يطولوا بالهم. قال انا الكلام ده ما بقوله قلة ادب، لكن دار اوصل الناس لمعلومات معينة. قال ست الودع قالت كذي، ارمي الودع لي كشكشي، شوفيه لي كان فيه شيء، قوليه لي ما تختشي. تعرف الكلام ده معناه شنو؟ معناه ست الودع بتعرف بكرة بيحصل شنو، وما في زول بيعرف الرايحة وين، ولا في زول بيعرف بكرة بيحصل شنو. الدليل قال الله تعالى في القرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى في القرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. عليك الله ما واضحة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فأي زول يقول لك أنا بعرف الرايحة وين، ولا بتاعت والداعية تقول لك بكرة بيحصل لك كذي، وبتتزوج فلانة وبعد يومين بيحصل لك، أعرفه ده كذب ولف ودوران، وده من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى. عشان كذي النقطة الثانية دي، إنه الدين ده شامل
الغنى حرام، ما بجوز تجيب فنان يجيك في مناسبة بتاعت عرس. والله المشكلة الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة. ودي رسالة للشباب عشان ما تتورط بعدين تجامل أصحابك وكذي وتقع في مصائب. قال: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. تجيب فنان أي زول سمع الغنية بتاعته ده زنب عليك، ده كم نفر في الحفلة، كم بيت، واحدين كمان بيسجلوا، تموت والتسجيل قاعد سيئات في قبرك ماشي وانت في قبرك. زي واحد لقيته بيسمع عليه محمود عبد العزيز فنان ده، قلت له: اخي انت الزول ده بتريده؟ قال لي: اي. قلت له: اخي انت الزول ده ما مات، كان دار له الخير، الغنى ده سيئات، ما تكتر له سيئاته في قبره، وقفه. انت عارف قال لي شنو؟ قال لي: ما دقس براه. وقال لي دقس، والله انا اسمع لك دي بس. قال لي دار ينطرب، ما همه ذاك يحصل لا شيء، ما همه. وديل في ناس كتار زي ديل، الغنية شغالة، انت جبت الفنان، انت ادعيت للضلالة، تفاجأ بها. شكرا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، شي حرام حللوه، الحرى، الحرى يعني الزنا، والحرير للرجال مش حرام، حرام، والخمر والمعازف. المعازف دي محرمة يا ناس، ترم ترم دوك ما بجوز في الشريعة، ما بجوز انت كمسلم الحاجات دي تعملها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه كما ذكر ذلك البزار: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. تجي مصيبة يشغل موسيقى يقول لك دي حزينة، تلقاه كر يبكي، وهو مزمار عند نعمة. جاءوا زواج طوالي يجيب الفنان والفنانة، وقبل أيام جايبين واحد من برا ومعاه ذاك بغادي برضو، قال التذكرة بكم ووك ولما وجوطة، ويجيبون يعظمون عشان تعرف المجتمع. زول الدين يقول لك: يا أخي ده زول خليه يا أخي، وشوفك كذا يصر عليك انت زول الدين، يقول لك: ها جماعة دي الجو. يا أخي في شنو يا ناس؟ ما ناس زيك. زول الغنى يعظمه في التلفزيون يقول لك: الأستاذ الموسيقار الكبير صاحب الحنجرة الذهبية، إلى ذهبية ولا أي شيء، وأعرف نقدمه فلان وفلان، ومصائب كثيرة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. دي نقطة. النقطة الثالثة والأخيرة رسالة إلى الزوجين. انت مش اتزوجت، اي انت بعد خشيت في حياة جديدة، والحياة دي ما مرحلة. قال الله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال ابن عباس، ويروى في هذا حديث ايضا، قال ابن عباس: اي حالا بعد حال. انت ما بتكون طفل تكبر، بعد شوية بتبقى شاب، بعد شوية بتتزوج، وماشي الشغلة، انت قايلة واقفة ماشي، بعد شوية بتخش الاربعين، خلاص بعد الشباب فات. حتى اذا بلغ شده وبلغ شنو 40 سنة، دي اخر مرحلة للشباب. بعد ذاك بتخش الخمسين، ثاني براك الشغلة بشنو تلقاها خفت، تلقى الشباب زحى وكذا. تخش الستين، ثاني الاجهزة بتاعتك براها بتضرب، من الصباح تصحى والله ما شايف حاجة، وانت شفت شيء اصبر شوية. ثاني بعد شوية تخش السبعين، تبقى كيسك قاعد بتاع الادوية في جيبك. تخش الثمانين، ثاني تبقى تمشي ابو ثلاثة. كان وصلت التسعين ده بتكون خلاص شغلة ما فاهم اي شيء ثاني، بس ترسلون هوك وكذي. ثاني تخش القبر، الموضوع ده ما ماشي كذي. زي واحد لقيتها قصة جايبينها في مقطع، قال واحد
قال أنا ما دار رسل رسالة رسالة للأزواج، لكن قبل كذي دار أوريك إنه العمر ده ما ماشي والدنيا دي زايلة. قال واحد مشى اخطب لبيت عجبته، بعدين جاء لأبوه قال لي أبا والله البيت عجبتني وأنا خطبتها وراح يتشنو تم معايا الموضوع ده. قال أبوه مشى معاه البيت عجبت اللبو، قال لا اسمع يا ولدي والله البيت دي محترمة لكن زول صغير ما فاهم حاجة في الحياة ما بتنفع معاه إلا زول كبير. قام اللبو اختلف الولد واللبو اختلفوا، قالوا نمشي للقاضي، جايبيننا مقطع. قال مشوا للقاضي، القاضي قال لهم جيبوا البيت نخيره، كان دار الولد خلاص، كان دار اللبو خلاص. قال القاضي شافه عجبته، قال لو نسمعه والله البيت دي ولد صغير ما بتنفع معه وزول كبير ما قاضي ما بتنفع معه إلا يكون شنو يكون قاضي، أما ذاته لخبط الشغل. قال مشوا للفوق ليه ما بعرف والفوق ليه والفوق، والشغلة بقت ماشة قدر ما يشوف زول يقول دي بس لينا لينا، في النهاية وقفت لهم كلهم. قالت لهم أقول لكم شيء، أنا بجر قلبي قبضني بس خلاص اتزوجني. قال جرت والأمة دي كلها جارية وراه، الشافع القبيل الصغير ذاك الولد والأبو والقاضي والجماعة شت جارين. قال وهي جارية، قال لقيت لها حفرة نططها، الجماعة جت شنو دخلوا في الحفرة والله. قال عائلت لهم قالت لهم انتوا عارفين أنا شنو، أنا الدنيا قالت لهم شكله كذي بس فيها أي زول دائرة، لكن في النهاية شنو تخشوا الحفرة دي كذي تخشوا القبر. فالأزواج ديل في النهاية بيموتوا، كلها شغلة بتاع الشهر يكذب عليه وتكذب عليه وهناي وحاجات، بعد ذاك ثاني بتبقوا عاديين أول أيام لا واعمل حسابك وما تقعي أوك كسرت الكبابي قول لها سلامتك إتي والكبابي بتجي، مما تفوت شهرين ثلاثة ثاني سوت الملاح مسيخ ساي قول لها أنا قصرت ما جبت الملح هسي في داعي تمسخي كذي مسخة علينا الحياة، كسرت كباية قول لها ها ما أصله ما مجاني كسرين ساي أوك بتبقى الشغلة جايطة. فأنا بقول للزوج والزوجة الله قال في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الشغلة دي ما شغلة بتاعت لذة ولا شغلة بتاعت أيام، تعاون على الخير اتعاونوا على البر والتقوى، المرأة ساعد الراجل والراجل ساعد المرأة على الطاعة، يذكره صلاة الفجر صحية قوم يصلي بالليل الله وفقه وقام صلى يقويمه برضه تصلي معه، جاء رمضان قوية صومي إلى آخره، الله رزقهم طفل يربوه على الطاعة مش يربوه سبيستون والفار والكديسة ديك والتلفزيون بعد شوية ينط لك من الترابيزة ولا من حيطة اكسر رقبته بسوى المسلسلات ومشاكل والبيت يربوه على الانحراف، لا تربيون على الطاعة وعلى التقوى. ودي الزوجة الصالحة شكل إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنا أختم بهذا الأثر في صحيح البخاري، أمره ربه في صحيح البخاري أن يضع هاجر أو هاجر وابنها إسماعيل في دوحة في مكة، بعدين ساق هاجر عليها السلام ومعاه إسماعيل ولد ده إبراهيم الخليل في صحيح البخاري الأثر ده الصحيح الحديث ده، بعدين مشوا الدوحة شجرة في مكة فوضعها عند تلك الدوحة وليس معها أحد من الناس إلا ابنها، بعدين خلاهن ثم أراد أن ينصرف ومعها تمر وماء سقاء فيه ماء، ثم أراد أن ينصرف فقالت يا إبراهيم إلى من تتركنا، شوف المرأة الصالحة إلى من تتركنا، فلم يلتفت إليها فأخذ يمشي بفرسه وهي تركض خلفه، يا إبراهيم إلى من تتركنا وهو لا يلتفت إليها،
فقالت الله أمرك بهذا؟ أنت الله أمرك ولا جبت نساي؟ قال فالتفت قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، أمش قالت لي بعد إذن لن يضيعنا. ثم رجعت لأنه عندها يقين، عندها توحيد، ما تمشي تتزوج لك مرة، تمشي تنوم تمشي لا لي دجال تكتبك تخليك لاف في زاي، والله تعالى تلقط في لك ياس تسوي لك كادوك تحت الملاية تخليك لاف في زاي، تلقط في لك ياس جيبوا بي جاي وسووا بي غاز يا ناس، ودي كلها ولا تعرض لك مرة تروح منها ذهبات تمشي لي ذاك، شوف لي الرايحة وين وعمل لي كي يحوط لي، ما افتح ويط، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولا تتزوج لك واحدة تهينك انت ذاته إهانة، ما بتملي عينه انت، يعني تكون ماشي معاه في الشارع تعتر تقول يا فلان الحقنا المرة، تخيل راجل ماشي مع مرته المرة عترت نادت لها زول تاني، معناها راجل ده شنو؟ معناها ده عتود ساي، معليش ده عتود ساي، معليش معناها زول، والموضوع ده طويل. فانت تتزوج لك مرأة صالحة تعينك على الطاعة وتعينك على التقوى، بهذا تكون ممن ذكرهم الله تعالى في القرآن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والكلام معاكم طيب، والله أكرمتونا شد الإكرام، جزاكم الله خيرا، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك للجميع في أعمارهم وفي أوقاتهم، وأن يبارك للزوجين وعليهما، وأن يجمع بينهما في خير. وإذا مد الله في الآجال الإخوة بعدين بيجوا إن شاء الله بعد الصلاة برضو عندهم كلمات الناس تسمع لها وتي تحرص على الحضور. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.